السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم طلابي الأعزاء؟ أتمنى أن تكونوا دائما بخير. اليوم سنأخذ في مادة اللغة العربية درس متابعة درس صديق من ورق، لكن الآن سنقوم بتحليل الدرس. قمنا بقراءة الدرس وحل أسئلة الاستماع والمحادثة فيه، أما الآن سنقوم بالتحليل. قمت أنا بتجهيز التحليل حتى أختصر عليكم الوقت، لكن سأقوم بشرح كل كلمة فيها. سنقوم أولاً بقراءة الدرس ثم نقوم بالتحليل. صديق من ورق، تحب ليلى المطالعة كثيراً، اختارت كتاباً من مكتبة والدها لتقرأ فيه، سمعت الكتاب يتحدث إليها، أهلاً بك يا ليلى، بين أوراقي أجمل القصص وأحلى الأخبار وفيها الرسومات الرائعة، سأذهب بك إلى الفضاء الواسع والبحار العميقة وفوق الجبال العالية والغابات الخضراء. قالت ليلى: كم أحبك حين تروي لي قصص الحق والخير، أنت أيها الكتاب صديقي المخلص. أما الآن سنبدأ بالتحليل. أولا عندي كلمة تحب، تحب، وهي فعل مضارع. أولا هنا حرف المضارعة، وهي تتحدث عن فعل لم ينتهي بعد. ليلى هي اسم وهي الفاعل التي قامت بالفعل. المطالعة هي اسم وفيها القمرية. كثيرا هي عندي هنا تنوين، تنوين فتح. اختارت، اختار، طبعا التاء هي تاء التأنيث، والفعل اختار هو فعل ماضي. اختارت والتاء تعود على ليلى. عندي كتابا أيضا فيها تنوين فتح، كتابا اسم وينتهي بتنوين فتح. من هنا عندي كل ما هو بدائرة هو من حروف الجر، وفي المربع من حروف العطف. مكتبة هو اسم مجرور. والدها، والد من؟ والد ليلى، إذن الهاء تعود على ليلى. لتقرأ، قلنا عن اللام التي تلازم الأفعال أو التي تأتي مع الفعل تسمى لام تعليل، أما إذا جاءت مع الاسم فهي تسمى حرف جر. هنا لتقرأ، تقرأ هو فعل مضارع، فاللام هي لام تعليل. لماذا اختارت كتابا من مكتبة والدها؟ لتقرأ، إذا بسبب أو حتى تقرأ فيه. فيه هي عبارة عن في، حرف جر، والهاء تعود على الكتاب، إذا هو ضمير متصل. سمعت، سمع، نجرد الفعل من أي إضافات حتى نتعرف عليه إذا كان فعل ماضي أو أمر أو مضارع. سمع هو فعل ماضي والتاء تعود على ليلى. الكتاب، الكتاب عندي فيها اسم وهي فيها القمرية. يتحدث، يتحدث، الآن يقوم بفعل التحدث وهو فعل مضارع. إليها، إليها هي عبارة عن إلى، إلى من؟ إلى ليلى. إذن يتحدث الكتاب إلى ليلى، فالهاء ضمير متصل تعود على ليلى، وإلى هنا حرف جر. أهلا هي كلمة تستخدم للترحيب، وأهلا بك يا ليلى تسمى جملة ترحيب. بك الباء أيضا هنا عندي حرف جر، والكاف تعود على ليلى. يا هنا يا للنداء، ليلى واسم. بين هو ظرف مكان، بين من ظروف المكان، بين فوق تحت خلف أمام، هي كلها تعتبر ظروف مكان لأنها تعبر عن أماكن. أوراقي، أوراق، أوراق طبعا مفردها ورقة، وهنا كثيرا عكسها قليلا، واستخرجنا بعض المعاني. المطالعة تعني القراءة. أوراقي الياء تعود إلي، أوراقي أنا. أجمل أو تعود على المخاطب الذي يتحدث، أوراقه الكتاب. أجمل طبعا عندي هنا أجمل، أحلى، من جميل وحلو. أجمل بإضافة الآ وحذف الياء هنا يسمى اسم تفضيل، أي أفضل من أنه جميل، هو أجمل القصص. أحلى الأخبار، إذن هو اسم تفضيل أي بأنه
يعني مرتبته أعلى من أن يكون جميل، هو ليس جميل بل أجمل كما نقول. إذا أجمل هو اسم تفضيل، ومثل كلمة أحلى القصص اسم وفيها لام قمرية القصص، وأحلى الأخبار أيضا هنا اسم يحتوي على لام قمرية. واو هو من حروف العطف، في حرف جر، والهاء ضمير متصل فيها، والهاء تعود على الأوراق التي في الكتاب. الرسومات، طبعا كلمة الرسومات هي جمع مؤنث سالم ينتهي بألف وتاء، وعندي هنا الأل الشمسية الرسومات، وأيضا هنا الرائعة أيضا تحتوي على لام شمسية. سأذهب، سأذهب، دائما السين هذه تعبر عن، تسمى سين التسويف بمعنى سوف، سوف أذهب، فدائما تصاحبها أفعال مضارعة، دائما تصاحبها أفعال مضارعة. لا أقول سذهبت فأقول سأذهب، أي سأقوم سوف أقوم بالفعل. إذا دائما تصاحب سين التسويف أفعال مضارعة، فكلمة أذهب هي فعل مضارع. بك الباء حرف جر، والكاف تعود على ليلى. إلى أيضا حرف جر، الفضاء اسم مجرور، والواسع هي صفة الفضاء، الواسع صفة الفضاء. كما هنا أيضا يذكر طبعا الواو، واو العطف حرف عطف، البحار جمع بحر وهي جمع تكسير العميقة. إذا صفة الفضاء واسع، صفة البحار عميقة، معنى عميقة أي بعيدة المسافة أو بعيد المسافة. وفوق، وفوق الجبال العالية، فوق الجبال العالية، الواو حرف عطف، وفوق أيضا من ظروف المكان، الجبال هو اسم وهو جمع لجبل، جمع كلمة جبل، وهي أيضا جمع تكسير، العالية أيضا صفة للجبل. والغابات، أيضا عندي كلمة الغابات هي جمع مؤنث سالم تنتهي بألف وتاء الخضراء، هي صفة الغابات لأن لونها أخضر. قالت ليلى، قالت، قالت وانتهت من الفعل، هو فعل ماضي. من التي قالت؟ ليلى، إذن هي اسم وهي التي قامت بالفعل. كم أحبك، أحبك، الآن هي كم تأتي من للسؤال، لكن هنا تأتي في سياق الكلمة بجملة تعجب. كم أحبك، أحبك، عندي فعل مضارع، حين تروي، تروي أيضا يقوم في بعملية تروي، يعني تقول، تروي لي أي تقول لي أو تقص لي أو تسرد لي. إذا تروي ليس الرواية والسقاية، لا بمعنى تقول أو تسرد. إذا تروي هي فعل مضارع للام حرف جر، والياء تعود على تروي لي للمخاطب. قصص، الحق، الخير، كلها أسماء، وعندي الحق والخير فيهم لام قمرية. أنت التي سنتحدث عليها، نتحدث عنها إن شاء الله في هذا الدرس، عن الضمائر المنفصلة، وهو ضمير منفصل، أنت للمخاطب، ويأتي لوحده لا يأتي مع منتصب في الكلمات. أيها الكتاب، الكتاب فيها القمرية، إذا كلها هنا أسماء، الكتاب اسم، صديقي اسم، والمخلص اسم، وهنا فيه لام قمرية. هكذا إن شاء الله قمنا بتحليل الدرس واستخراج بعض المعاني الغير واضحة فيه، وأتمنى أن تكونوا قد كتبتم هذا في كتبكم وتعرفتم على الأشياء الجديدة التي ذكرناها ومعرفة تحليل كامل الدرس. يعطيكم العافية وأراكم إن شاء الله في الحصة القادمة بخير.